رجعنا لكم تاني ومعانا ان شاء الله الفقرة بقى دي المحببة للكل. الاكل معانا الشيف عليا النهاردة، هتعمل لنا ايه بقى؟ هنعمل النهاردة تشيكن استريغانوف. الطبق ده روسي بس المكونات بتاعته كلها تعتبر مش غريبة علينا، كلها موجودة، يعني يعتبر قريب قوي من المطبخ المصري. اكلة خفيفة سريعة سهلة قوي، وفيها شوية حاجات كده وتكات انا ممكن واحنا شغالين اقول على البدايل لو هي مش موجودة ومش متوفرة. لا بتاخدش وقت خالص. نقول بقى المكونات. صدور فراخ معايا نص كيلو صدور فراخ، وممكن تتعمل بالوراك وممكن ميكس بين الاثنين. تمام. معايا فلفل الوان، معايا كريمه لباني وممكن نستبدلها بقشطه او لبن لو مش متوفر. معايا ساور كريم، ممكن برضو ان احنا نستخدم بداله كوبايه زبادي وعليها معلقتين قشطه، او احنا نجيب النوع نفسه الزبادي، في انواع زبادي بتكون بالقشطه. اوكي. وكوبايه شوربه، بصل جوليان شرايح، معلقتين دقيق مستعد، زيت، زبده، مشروم، التوابل بقى بتاعتنا، معايا بابريكا، معايا بهارات فراخ، فلفل اسود، ملح، وكوبايه. هنبدا بقى بايه؟ والله ده لا ده زعتر فريش بس ده تك يعني من عندي كده، اللي مش حابب او مش موجود مش مشكله. نبدا بقى باول خطوه، هنعمل ايه كده على طول؟ تمام. علشان تمام. اوكي. انا ممكن على فكره اساعدك اناولك. هنحط ايه بقى؟ احنا الاول هناخد معلقتين. شفتي انا شاطره ازاي؟ برافو عليك، عارفه ان الزبده برافو عليك. هنحط الاول هنا الزيت مع الزبده. ايوه عشان ما تتحرقش. تديني الاسباتشولا. صح، برافو عليك يا نونا. ما تيجي تقفي مكاني يا نونا. لا انا سايباكي طبعا، انت الكبير. بعد كده هنحط ايه؟ قولي لي وانا ناولك بقى. ايه رايك تقفي انت عند خلاص البوتاجاز هناك وانا ناولك؟ احنا الاول هناخد كميه الفراخ بس مش هنزلها كلها، علشان انا عايزه اديها كلها صنوع احمر. انت عايزه تديها صدمه يعني؟ انا عايزاها تغير بس اللون بتاعها. معانا اتصال، معانا اتصال. قولي الو. الو، بس ممكن حضرتك تهدي لي النار شويه بعد اذنك؟ بس بقى هو موضوع هدي النار، حطيها على عينها الصغيره هنا، اعمليها على ثلاثه، اعمليها على ثلاثه. فين ده ولا ده؟ بس انا مش عارفه. طب حضرتك مش عارفه؟ هاتي انا قلب لك. هاتي هاتي. بصي بصي هنا مكتوب من واحد لستة. انت ممكن عكس. اعملي على ثلاثة كله كده. يلا خدي بقى الاتصال. الو، لا فين؟ قولي الو. ايوه الو. الو. ايوه حبيبتي يا ماما. ايوه حبيبتي. ايه الجمال ده؟ اهلا بحضرتك. ايه الجمال ده؟ حبيبتي يا ماما. بتبدع النهارده اهي وبتعمل لنا اكلات جميله اهي. ايه رايك في الطبق بتاعنا؟ يا رب. ايه رايك في الطبق بتاعي؟ استني. جميل زي اللي بتعمله طبعا. حبيبتي ربنا. بما ان والدتك معانا على التليفون يا عليا، انت اصلا يعني حته الطبخ دي خدتيها منها ولا دي موجوده عندك؟ جدا جدا جدا. والدتي طبعا هي ربنا يخليها لي يا رب، هي برضو كانت الداعم الاساسي ليا. اهلا بحضرتك منورانا. ممكن احط التوابل بعد اذنك؟ اتفضلي. لا خدي انا هنول كمان. ايه هنا هي بتقول ان هي اللي مقتنعه معاكي يا حبيبتي. معاكي يا ماما. معاكي معاكي يا حبيبتي. هحط البابريكا. اهلا وسهلا. مين معايا؟ انا يا حبيبتي. معاكي مدام سوما ومدام نهى، ومعاكي بقى الشيف. ومعاكي الشيف طبعا الجميله بتاعتنا اللي عامله لنا اكل ممتاز النهارده. انا عايزه اقول لك الريحه فايحه في الاستوديو بقى. اتصالك منورني يا امي، دايما كده جنبي يا حبيبتي. متشكرين جدا لاتصال حضرتك ونورتينا. الله يخليك. اتفرجي بقى وتابعينا لاخر الحلقه والصنف الجميل اللي بتعمله. طيب انا ممكن اقول انا وصلت لفين؟ طبعا اتفضلي. انا هنا حطيت التوابل بتاعتي. حطيت شويه ملح، بابريكا، فلفل اسود. حطيت. بصي حضرتك يا ريت الكاميرا تجيب معايا. انا عايزاها بس تغير لون. انا عايزه اقول لكم ان ريحتها تجنن.
يعني الواحد بجد الريحه بتاعت الاستوديو الواحد في تشويحات كده وحاجات حلوه جدا جدا والشكل بتاعها يجنن واحنا لسه كده في الخطوات يعني هو البخار اهو طالع لا الريحه الجامده جامده مشوقكم كتير قوي على فكره لا حرام عليك هتتعبوا معايا لا انت انجزي بقى عشان احنا جوعنا هتتعبوا معايا هي كده شوحت بالظبط انا عايزه اطلعها في طبق تاني اجيب لك السيرفيس لو سمحتي لا ثانيه واحده خليك بقى انا اجيب لك السيرفيس اوكي ده اتفضلي ممكن كده انا انت كده شوحت النص كيلو كله صح بس كده النص كيلو كده ما هو كده خلاص الكميه بتاعتنا الصوص بقى اللي هو الباقي بقى هاخد بنفس الطاسه اللي هو الباقي من الزيت والسمنه ده هزود لا لسه هزود عليه تاني لان الكميه دي مش هتكفي تمام هي الاكله دي المطلوب فيها يبقى يعني فيها مثلا قد ايه سعرات حراريه مثلا لا والله هي دسمه جدا على فكره بس احنا ممكن نقلل الدسم على فكره احنا ممكن نشتغل بزيت ممكن ما نضيفش كريمه لباني ممكن عشان بس الناس اللي بتعمل دايت وبرده معانا في الموضوع لا بس هي اكله دسمه طيب هنزود الزبده زودنا الزبده اي تاني قولي لي وانا ناوله اديني البصل اتفضلي عايزه البصل بس يا جماعه انا اللي بعمل الاكله يعني وهي فيها فصين توم بس انا اللي وانا اللي هاكل ومتين بصراحه هي يعني توم كمان انا كده نزلت البصل يعني الفصين اساسيين لا مش اساسيين على فكره في ناس مش بتحطهم طيب. يعني في طيب يعني هي بتدي بس كده نكهه كده او بالظبط تيست معين انا بصراحه يعني مش عارفه والله هم فين ممكن حضرتك عودين الزعتر طبعا ممكن ممكن مثلا في ناس ما بتحبش اللي هي البصل نفسه ممكن يحط مثلا بصل في اساسيات هي لازم بصل احنا ممكن نحط بصل باودر مثلا تحطي توابل تاني دي ماشيه مع الوصفه ولا بلاش لا بلاش هي ممكن تحطي هنا بصل باودر ثوم باودر على اللي هي الفراخ نفسها ممكن في ايه تاني بقى نحطه بعد كده هنزل بالخضار عايزه اتفضلي عفوا هي ما فيهاش الالوان على فكره اللي مش حابب عادي ممكن لا هو خضار فلفل بس الوان فلفل الوان هاتي الطبق حبيبتي تمام انا بساعدك اهو شفتي شكرا انا هتحطي ايه بقى اللي بعد كده عايزه المشروم المشروم يا جماعه اللي بيحب المشروم اهو المشروم انا بصراحه ربنا من عشاق المشروم بحبه جدا هي حاجه اساسيه فيها في الاكله ولا لا مش مثلا اساسيه يعني ممكن تستبدل ولا بحاجه تانية ولا مثلا استغنى عنها نستبعدها بصي عادي انا اوقات ولادي مش بيحبوها هو انا شايفه هو انا بس ليا عايزه اقول كلمه انا شايفه ان الاكله سريعه جدا وانا عارفه طبعا ان الوقت طبعا ضيق عشان نعمل كذا صنف وشايفه ان الاكله سريعه وجميله فيعني ان شاء الله باذن الله هتخلص وهندوقها باذن الله ان شاء الله لا هتدوقي وهتنبهري يعني قصدي ان احنا هنلحق باذن الله نخلصها ان شاء الله هنحط ايه تاني بقى التوابل عايزه ادي رشه ملح هنا اتفضلي الريحه احنا عايزين ننزل كده عايزين ننزل الصور بتاعت الشيف عليا احنا منزلين لكم بس كام صوره كده للاكلات بتاعتها وصور مع فنانين الشيف عليا بتاعتنا شيف كبير اهي بصي ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي احنا الاصناف اللي نازله الصور موجوده والحاجات دي اغلبها الطرق دي اغلبها بعملها لاولادي ما شاء الله عيد ميلادهم حلو وحادق واسماك وجمبري هوايه فظيعه لا دي هوايه بجد متعبه ده شيف محمود عطيه شيف برده من الشيفات الجميله اللي كلنا بنتعلم منها كنا الحقيقه مع بعض في حفله دار الاوبرا وهنا مع الاستاذ لطفي لبيب الفنان الجميل اللي كلنا بنحبه لطفي لبيب هنا مع الشيف احمد القاضي ما شاء الله ده استاذي في الحلو بصراحه اتعلمت منه كتير جدا لا احنا باين من الريحه انت برضو يا شيف عليا ليكي مثلا وصفات نازله في كتب زي ايه مثلا بشارك في كتب عندي مطبخ اخبار العرب بنزل فيه وصفاتي في اسرار المشاهير تمام وباخد شهادات كتير الحمد لله تكريم منهم تمام كده الخضار كده في ايه تاني خلاص مفيش فلفل تاني خلاص كده انا هحط بس هنا محتاجه ان انا احط معلقتين من الدقيق المعلقتين دول هما اللي هيربطوا لي الصوص بعد كده اللي انا هحطه الاكله شكلها جميله وخفيفه جدا شيقه جدا انا ما بحب ده ولادي يبقى تشيكن استراجانوف حلو قوي
لا وممكن كمان جداً. لو مثلا هو ملناش دعوه بالاسم على فكره، هو ممكن حد يقول ايه استرغانوف، لا 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 احنا هنغير القناه، لكن لا لا خالص. طيب واحنا والشيف عليا بتعمل الاكله اللي احنا كلنا مستنيينها، شكلها حلو جدا جدا. وطبعا احنا قلنا المكونات، هي طبعا خطوات واحنا كده وهي شغاله معانا هنتكلم عن احط برضو كمان احط المستعد. هنتكلم عن موهبه، بنت عندها 20 سنه هنتكلم عنها. انا عايزه بس ايه ننزل بالصوره. البنت دي الحقيقه اسمها سماح عبد الفضيل العقيلي. انا عايزه اقول لكم خلينا كده بس نشوف صورتها كده، لانها هي سنها صغير. هي سنها صغير. شاركت هنخلي نهى كده تقول لنا عنها شويه حاجات. انا عن نفسي بشجع كل البنات اللي في سنها، وبشجعها هي شخصيا، وكل احترام وتقدير لكل اللي هي عملته. بنت من الصعيد، بنت مجتهده، بنت مجتهده جدا. شاركت في العديد من الكتب، في كتب كتير. قولنا نهى كده نبذه عنها. فعلا هي دخلت مبادره قد التحدي فعلا، وشاركت في العديد من الكتب وعملت انجازات قويه جدا. وكمان يعني اتحدت فكره ان هو اتحدت فكره سنها، وتحدت فكره ان هي بنت، انها توصل انها تبقى ما شاء الله بتكتب، وحصلت على جوائز، خدت تمثال اوسكار في السنه دي. كمان عملت يعني غيرت فكره ان هو البنت اللي هي من الصعيد اللي ما تقدرش ان انا اعمل حاجه قويه زي كده، لا هي تحدت الفكره دي برغم صغر سنها، عندها 20 سنه وبدات هي تكتب اصلا من وهي 15 سنه. ما شاء الله عليها، نموذج مشرف. بنحييها وبنقول لها استمري وخليكي للامام دايما، وبنامل ان هي دايما تبقى محلقه كده في سماء الكتابه والفكر الراقي. وبنتمنى لك يا رب كل التوفيق. ونرجع تاني بقى للشيف عليا. وصلت لحد فين بقى؟ هنا خلصنا كده يعتبر الخضار. هنا ضفنا الزبادي اللي هو يعني بالقشطه. اتفضلي. انا هنا هنزل بالفراخ كده تاخد برضو ميزاننا بالفراخ تاني اللي احنا عملنا الجزء الاولاني. هي الاكله حضرتك العصاره دي احنا محتاجينها ضروري جدا. محتاجينها ضروري جدا. بصي يا شيف عليا لو تعيدي بسرعه سريعا كده عملتي ايه لحد ما وصلتي للخطوه دي. بس هي كده حطيتي كل المكونات. انا الاول شوحت كده. انت حطيتي كل المكونات ولا هتحطي حاجه تاني؟ لسه الكريمه اللبنيه دي هتحطيها في الاخر. هي الاكله يبقى مكوناتها كتير، ولكن هي اصلا بتتعمل في طاسه واحده يعني. كلها في طاسه واحده وكلها شيك جدا. ماشي. يعني لو تعيدي تاني عملتي ايه من الاول؟ انا الاول شوحت الفراخ. تمام. مع زبده مع زيت، وممكن حاجه من الاثنين. المقدار الزيت بيبقى قد ايه طيب؟ اربع معالق. اربع معالق زيت ومكعب دي كده هتحطي الكريمه اللباني. كريمه اللباني. الكريمه اللباني دي ممكن تستبدل ولا لازم؟ طبعا تستبدل بايه؟ ممكن نحط كوبايه لبن وعليها نص كوبايه قشطه. تمام. القشطه اللي هي بتاعت اللبن العادي. القشطه العاديه، وفي قشطه نباتي سعرها برده رخيص ممكن نستبدلها يعني. تمام. كده في ايه تاني هنحطه تاني على الصنف بتاعنا؟ طلعي كده انها مناديل من فضلك يعني عشان بعيد عني شويه. هي كده ناقص لها ايه بقى يتحط عليها تاني؟ كده خلاص تعتبر الاكله جاهزه. دقيقه احنا كده قدامنا دقيقه بس. خلاص يعني مش هنلحق نعمل الحل طبعا. بس نعمل بقى الصنف ده. اتفضلي يا مدام سم. نعمل الصنف ده نخلصه. طيب ايه تاني هنحطه بقى؟ كده انا عايزه بس النار تقلى شويه اغطيها كده. انت خلاص بقى بقيتي فاهمه في البوتاجاز. فعارفه تعالي ازاي ايه بقى اللي هتحطيه عليها؟ بس هو كده خلاص. هي كده خلاص؟ كده خلاص. لا شابوه. طب هنحطها فين؟ اتفضلي الطبق ده. عايزه الطبق ده؟ الطبق التقديم انا مجهزاه. هي مقدمه معاه رز بسمتي ابيض، ممكن رز عادي. وممكن تليق جدا مع الباستا. المكرونه الفوتوشيني. تمام. وممكن بطاطس بيوريه. هي ممكن تتاكل لوحدها الحقيقه يعني. احنا ممكن ناكلها لوحدها كده ويلا. هنغرف. بس انت ما جبتلناش بقى فينو كده ولا كذا اللي تفعلي بقى عشان تاكلينا الطبق ده. حضراتكم هتنبهروا. لا ما شاء الله. واحنا كده خلصنا الصنف بتاعنا هنقدمه. انا ممكن اكون مجهزه حاجه حلوه. هي محتاجه بوتاجاز برده، بس مش محتاجه فرن ولا حاجه. طيب
طب يلا بقى نحط الصنف بتاعنا اللي جنن ده. انا عايزه اقول للشيف عليا احنا بنشكرك جدا على الاكله الجميله دي. لا حط لنا بقى احنا واحنا بنختم كده. احنا كده قدامنا قد ايه الصوص ده؟ ممكن في احنا كده خلصنا في بوله صغيره كده يتقدم. طيب. انا كده بقول لك انا بقول لك الاكل بتاعك يجنن. احنا عملنا صنف هي اللي هتقول اسمه دلوقتي. تشيكن تشيكن ايه؟ المهم ده شكله كده يعني صنف مش من عندنا. روسي. اما انا قلت كده برضه. في النهاية بشكر الشيف عليا جدا. انا بشكرك جدا جدا على الاكل الجميل وعلى الاصناف الجميلة. كنا عايزين نعمل صنف حلو بس الوقت الحقيقة راح مننا. انا عايزك تقولي كده ان انت هتبقى موجوده معانا تاني عشان الناس اكيد هتبص لهم بيتصلوا بيا وعايزين يعرفوا حاجات كتير. هي في النهايه هتكون موجوده. انا سعيده جدا بيها بتقدم حاجه خضراء معاها. طبعا على الولاد كده ما اعرفش ازاي انا اطلع. لا لازم حتى فعلا اغلبيه وصفاتها فيها الحاجات الخضراء. عايزين بس كده الكاميرا على الصنف كده عشان نختم. طيب. خلاص احنا خلصنا. بنشكرك. وقولي طيب الصوص ده ممكن نحطه. بنشكرك يا شيف عليا. انا اللي بشكر حضرتك ان حضرتك اتحتي لي الفرصه دي ان اكون معاكم النهارده. شكرا جدا ليكم. وبشكر نهى وبقول لكم وانا بشكركم انتوا الاثنين وبقول لكم الى اللقاء في حلقه قادمه. استنوا.